قضية دعم غزة يا جماعة ليست مستحبة، بتكلم عن دعم المقاومة. الحمد لله في جمهورية الإسلامية وعندنا ناس الحمد لله عندنا دولة كريمة تدعم المستضعفين، ولكن الدعم الإنساني لأهلنا في غزة هذا واجب شرعي، الذي يقصر فيه لن يتقبل الله عمله، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة. إذا دار الأمر بين أن أقدم المال الذي أريد أن أحج به، أن أقدمه لإنقاذ حياة إنسان مسلم، أن أقدمه من أجل إغاثة ملهوف وأنقذه، وبين أن أذهب إلى الحج المستحب مرة بعد مرة. الفتوى تقول ليس هذا من باب الاستحباب، أنه أن أدفع المال من أجل أو المفاضلة لا، هذا من باب الوجوب، لأن هنا إنقاذ حياة. عندما الآن أقدم دعما لأهل غزة يعني أنا أنقذ حياة ناس، حياة أطفال، لأنه أنا من خلال المال ممكن مثلا أن أقدم غذاء، أقدم دواء، أقدم ماء، أي شيء. ليست القضية على نحو الرشحان.